Bonjour à tout le monde, comment ça va? Bonjour de Vichy, aujourd'hui nous sommes le 24 octobre 2024. Oui, salam alaikum, min Madinat Vichy. دلوقتي عملنا جولة تانية كده في تحت الكوبري هنا بجوار النهر، حاجة غاية في الجمال والروعة. زي ما انتوا شايفين كده النهاردة يوم مطير، في مطرة لكن مطرة كده يعني وسط جو. طبعا احنا لسه بعد الفجر، صلينا الفجر وقلنا نخرج نتمشى شوية كده. الفجر هنا بيدنا الساعة بتوقيت مصر تقريبا 7:10، 7:05 في التوقيت ده كده. تطلع بقى تمشي كده في النهر، اللي ماشي اتحرك. وشفت زي ما انت شايف كده على شمالنا وعلى يميننا حدائق ومزارع واماكن جميلة جدا. تقعد بقى هنا تمشي براحتك، ما حدش بيقول لك لا رايح فين ولا جاي منين. ومنتزهات وحدائق وجمال. شفت بقى ده نهر مدينة فيشي اللي بيقطع مدينة. ده طبعا زي ما انتم شايفين هو كل واحد هنا في عمله، سيارتنا اللي بتنقل البضائع، وأماكن طبعا جميلة جدا. ده طريق كده، ممشى كده للدراجات والمشاة بجوار النهر. تمشي بطول النهر كده، نهر جنبك على طول. ولو حبيت برضو يعني تنزل قريب من النهر اكتر، فهم عاملين لك كده برضو نازلة كده في كل كام مسافة كده تنزل لحد ما توصل لمية النهر نفسها. تعالوا ننزل كده مع بعض نجرب. اهو هنا طبعا بيعملوا انشاءات، بيبقوا شغالين اهو كراكات بقى و عربيات وكلام من ده وعربيات نقل. تعالوا ننزل كده مع بعض ونشوف المكان ده عامل ازاي. نشوف كده منظر من بعيد كده كامل اهو. طبعا ده مغلق للمشاة اهو. بقول لك هنا 12 بيرسون ماكسيميم سيغ ل دي باركي دار اكسي اون تاردي او بيبليك، ممنوع الدخول للجمهور، و 12 شخص بحد اقصى. اماكن عايمه كده، تعالوا كده نجرب ندخل. هل متاح ولا لا؟ متاح طبعا الدخول. سي حسن فيان. فتحنا ودخلنا زي ما انت شايف كده. كده احنا ماشيين على سطح الماء، مراكب عايمه او اماكن عايمه كده اهوت. شفت بقى حاجة كده يا في الجمال والروعة. شفت بقى دي عبارة عن كوبري كده للي عاوز يعني يستمتع بجمال الطبيعة اهو. تحس ان انت كده مراكب عايمة اهو. احنا طبعا نزلنا من على الكوبري اللي هو فوق هناك ده، دخلنا على الكوبري اللي انتوا شايفينه ده. ده طبعا النهر اهو، مياه عذبة طبعا. و ده الكوبري اللي احنا مشينا عليه اهوت. وطبعا هنا لو انت عاوز تتصور بفلوس بتدفع فلوس يصورك في الجهاز الاحمر اللي هناك ده كده، ويطلع لك الصورة الكتروني. اشكركم وللقاء في فيديوهات قادمة. كان معكم مسيو محمد البغدادي من مدينة فيشي.